وانا ماشي بالعربيه شفت منظر التين الشوكي شدني جدا. وقفت عند اول ست بتبيعه ونزلت وسالتها: بكام التين الشوكي يا حاجه؟ قالت لي: الخمسه بعشره جنيه يا ابني. قلت لها: ماشي، هاتي لي 20 واحده من فضلك. في الوقت ده واحنا واقفين جت واحده ست بعربيه نزلت منها وسالتها على السعر. فردت الست كبير عليها وقالت لها: بكذا. قالت لها: لا ده كتير، هي الواحده بجنيه. قالت لها: والله ما ينفع يا بنتي، ده واقف عليا الواحده بكذا، وانا بقف طول النهار في عز الشمس علشان اكسب جنيهين، يعني كده هخسر يا بنتي والله. البنت قعدت تفاصل حوالي ربع ساعه وفي الاخر ما اشتريتش وركبت عربيتها ومشيت. بعد ما مشيت الست بصت لي وقالت لي: والله يا استاذ انا بيطلع عيني في الشغل ده من اول حصاده لحد بيعه، بص كده. راحت قلعت الجوانتي وورتني ايديها اللي كلها شوك وقالت لي: الشوك والجروح دي كلها من واحنا بنجمعه ومن تقشيره كمان، وده كله برضه في الاخر حتى لو بعت العربيه كلها يعني مكسبها هيبقى كام؟ ده يا دوب يا استاذ اجيب بيهم اكل وشرب للعيال اللي مستنياني، ده غير ان الموسم قرب يخلص، والله اعلم بقى الشغلانه الجايه هتبقى ايه. وكملت بصوت متحشرك من الدموع وقالت: والله يا استاذ كل يوم بشوف من النوع ده وراكبين احسن العربيات وبيروحوا الهايبر يشتروا الحاجات دي باضعاف مضاعفه وما يقدروش حتى يفصلوا، يجوا على الغلابه بقى ويفضلوا يفصلوا. انا شفت محل يا استاذ طبق التين الشوكي فيه ب 30 جنيه وما فيهوش غير 7 وحدات تقريبا وبيشتروا منه عادي ومحدش بيقدر يتكلم، اشمعنى احنا بقى؟ وفي النهايه خدت منها طلبي ومشيت. وانا في دماغي سؤال واحد: احنا ليه بنتشطر على البياعين الغلابه دول في حين ان احنا ممكن نسيب تبس ولا باقي قد كده في هايبر ولا مطعم؟ ست على قد حالها بتسترزق النص جنيه ولا الجنيه اللي انت بتفصل فيهم بالنسبه لك مش حاجه، لكن بالنسبه لهم هيأثر عليهم وعلى دخلهم طبعا، واكيد في رقبتها كم عيال ولا ناس مسؤوله منهم عاوزه تاكلهم وتشربهم وتعلمهم وتعالجهم. الحقيقه ان احنا بقينا بتوع مظاهر قوي، بنعمل اللي يخلي شكلنا حلو وكويس في الاماكن الكبيره والمشهوره، لكن بنطحن في نفسنا بره الصوره دي. بنيجي على الغلبان وبنقدر عليه لانه محتاج، بنستغل احتياجه وضعفه. انا اعرف ناس بتسيب تبص حرفيا وليكن 50 جنيه وتفاصل في جنيه مع واحد على باب الله. يا جماعه ما تجوش على الغلابه ولا تستغلوا ضعفهم واحتياجهم، اخطر انواع الاستغلال هو استغلال العوز والفقر. والست اللي قد والدتك اللي قاعده بتبيع خضار او غيره هي ما نزلتش في الجو ده بتتدلع، هي مجبوره علشان لقمه العيش. فما نبقاش صارفين قد كده في كافيهات ولا مولات ونيجي على دول والنصحه تشتغل. الفصال هنا مش شطاره على فكره، ده استهتار بعبد غلبان كل ذنبه انكتب عليه يشوف الشقة علشان جنيه واحد ياكله بالحلال.